السلام عليكم، مساكم الله بخير جميعا. يا جماعة الخير، اليوم جايب لكم موضوع جدا مهم، وإذا ذكرت جدا مهم يعني الموضوع لا يمكن التساهل فيه أو التغافل عنه. أنا وأنتو غيري كل شخص يحتاج يعرف عن الموضوع هذا، لأن الموضوع هذا قد يؤدي إلى الوفاة وقد يؤدي إلى الشلل، وحنا بيدينا نقدر نمنع هذا بعد الله الأسباب هذا اللي تصير. موضوعنا اليوم هو السكتة الدماغية ستروك اللي يسمونها المجتمع الجلطة. وش الجلطة بالضبط؟ وليش الجلطة مهمة؟ لأنها تعتبر من السبب الثالث للوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر سبب رئيسي للوفيات عندنا في دولتنا. لذلك بنعرف كيف السكتة الدماغية أو الجلطة تصير، منهم الأشخاص اللي معرضين تجيهم سكتة دماغية أو الأسباب اللي تصير، وكيف أعرف أن الشخص هذا الآن يمر مرحلة جلطة واحتاج أوديه للطوارئ مباشرة. لذلك وش نقصد بالسكتة الدماغية؟ لما أحد إمدادات أو الشرايين الدم اللي تغذي الدماغ، أحد الشرايين يحصل له عملية تخثر ورواسب دهنية فتسكر الشريان أو تضيق الشريان، فيقل نسبة الدم اللي رايح للدماغ أو ينقطع بأحد الشرايين اللي رايح لمنطقة معينة في الدماغ، هنا تحصل عندنا سكتة دماغية. طيب كيف أدري هذا الشخص الآن عنده سكتة دماغية؟ كيف نعرف؟ باختصرها لكم ستة حروف بي فاست. بنبدأ بحرف حرف، وش العرض؟ بي اللي هو البنس، التوازن. لما تلاحظ مثلا أبوك أو أمك أو أي شخص قريب له قام فجأة ولاحظت أن التوازن مختل عنده، ما يقدر يمشي زين، هذا عامل رئيسي. الحرف الثاني الآي، لما يقول لك أنا صرت ما أشوف زين يا وليدي، صارت عندي غيوم سوداء أشوف أو تغيم أو الرؤية انعدمت معه، هذا صار فجأة، هذا يعتبر عامل الثاني. الاف وش معنى؟ الفيس، الوجه. لما تلقى ابتسامته صارت نصف او تخدر او جاء شلل بحد الوجه، هذا الحرف الاف. اللي بعده الاي اللي هي الارم، لما تلاحظ يقول لك انا صار عندي ثقل باليد او ثقل بنصفي الجسم، صرت قلة الاحساس عندي، هذا عامل خطوره. اللي بعده الاس سبيتش، لما الشخص يتكلم سواء ابوك او امك او اي شخص تلقاه يتكلم حروف متقطعه او كلمات متقطعه او غير مفهومه او ما يقدر يفهم عليك، هذا عامل خطوره. اللي بعده التي اللي هو التايم، الوقت عامل مهم جدا جدا. ليش عامل مهم؟ الحين اقول لك. لذلك لما تشوف هذا الاعراض لازم مباشر تاخذ هذا المريض او هذا الشخص الى الطوارئ او تتصل على الطوارئ. عامل الوقت جدا مهم، والدقيقه تفرق، لانه ممكن تخدر الوجه، ممكن تخدر الذراع، مشاكل الرؤيه، هذا مجرد ما ياخذ اشياء تذيب الجلطه اللي تكونت والتخثر هذه تنحل. بس لو كانت بشكل متاخر، ما جاء الا متاخر بعد ساعات عديده، لا هنا ممكن يفقد ويجيه شلل سواء في الذراع او شلل في نصف الوجه. لذلك هذا امر عامل الوقت جدا مهم، الدقيقه تفرق. الآن نجي نتكلم منهم الناس اللي معرضين إنهم تجيهم جلطة أو السكتة الدماغية. اللي عندهم سكر، وخصوصا السكر غير متحكم فيه، اللي غير منتظم، اللي عنده ضغط ونفس الحكاية، اللي ما يتحكم ولا يأخذ علاجات له، اللي يدخنون أيضا، اللي عندهم ارتفاع في الدهون أو الكوليسترول، اللي عندهم أمراض القلب أو الصمامات، هذول الناس معرضين أيضا إنهم تجيهم السكتة الدماغية. الناس اللي عندهم قلة نشاط بدني، يعني تلقاه في بيته وفي دوامه جالس ما يتحرك ولا عنده أي نشاط رياضي، هذا معرض جدا. الآن نجي لطرق الوقاية من السكتة الدماغية أو الجلطة اللي تصير هذه. شفت اللي ذكرنا الأسباب وعوامل الخطورة، السكر والضغط، اضبط السكر واضبط الضغط، خذ علاجات وخلهم منتظم. اللي يدخن أقل عن التدخين. عندك قلة نشاط بدني، ما في حركة، عندك سمنة مفرطة، تحرك وزين لك رياضة ونشاط بدني وكل أكل صحي. الآن ختام الموضوع يا جماعة، موضوع الجلطة والسكتة الدماغية جدا مهم. إهمالك لهذا الشيء أو تدري أن هذا الشخص يمر وتتهاون بهذا الشيء يؤدي إلى فقدان الذاكرة، يؤدي إلى شلل، يؤدي إلى تخدر سواء في الوجه أو تخدر في نصف الجسم، مشاكل في الحديث، مشاكل في الشخصية، أسلوب، انفعالات، أشياء كثيرة، ومن أهمها يؤدي إلى الوفاة اللي هو أهم عامل. لذلك مهم جدا نعرف كيف أن هذا الشخص الآن صار عنده سكتة دماغية أو جلطة. أتمنى أني ما طولت عليكم وأفدتكم شيء مهم وعامل رئيسي مسبب للوفاة. لذلك الكل نحتاج نحذر من هذا الموضوع، وانتظروني مواضيع قادمة. مع السلامة.